السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ثانية. بالنسبة للرسالة قبل قال ليش صوت الفيديو كان يوشوش عندك؟ البلا عندك، البلا براسك بسماعاتك. همزح. المشكلة أنا كنت مشغل المكيف، أنا طفيت المكيف عشان استأنس. اللي ينتظر درس الجيم، درس الجيم مو باليوم إن شاء الله، اللي بعده، لأن أغلب الطلبات والأسئلة كانت تدور حول درجين 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 درجين. لذلك بنتكلم عن درجين درجين اللي هو الكومبز، وشلون تقدر تخصص النظام على كيفك. بالنسبة لك إذا كنت تستخدم النظام بالفيرتشوال بوكس اللي هو الفيرتشوال مشين، تمام، البرنامج هذا، أو حابك تختبر النظام، تأكد من حاجات التالية. أول شيء إنك عندك ذاكرة تكفي اللي هي مثلا 1024 اللي هي 1 جيجا، تمام، بكيف الهارد ديسك. لازم تأكد من الباي ان اكس، طبعا شلون تأكد منه؟ من هنا من الخصائص، راح تنزل السيستم، تأكد انك حاط البروسيسور صح هنا بحيث انك تقدر تشغل بعض اليوترينكس اللي ما تشتغل. الشيء الثالث والمهم اللي هو الديسبلاي، لازم تحط صح على 3D لانك راح تستخدم هذا، وهذا عبارة عن 3D، تمام. خلونا الحين نروح للنظام. بالنسبة لي ركبت نظام بنت 10.10 عشان اجرب عليه وسوي عليه تجارب مثل ما انتم شايفين، تمام. ممكن تركب اي نظام تبي، لان الشرح هذا ما يتكلم عن نظام معين ولا في توزيع معين بتكلم عنه، هذا شرح عام. لكن ليش ركبت هذه؟ مزاج، او انها هي اللي متوفره اسرع للتركيب. اوكي، بالبدايه عشان ما ارجع كل شوي، تسجيل الدخول، تسجيل الدخول في من تحت هنا نظام الجلسات، لاحظ اذا قلت جلسه من هنا الجلسه تختارها. اوكي، فانت اختار الجلسه اللي تبي بعدين تدخل. خلونا ندخل. طبعا اللي بتكلم عنه هو التخصيص اليوم، بس عفوا الرقم غلط، تمام، اللي هو تخصيص التوزيع. اول شيء راح اختار واجهه، راح اختار المؤثرات اللي نبي. صلى الله وبارك، الموضوع سهل ان شاء الله. الواجهه الافتراضيه بالبنتو 10.10 اللي هي نوم 2، تمام. انا ما افضل النوم، نوم 2 حلوه، بس بالنسبة لي اميل للاكس اف سي اي اكثر، والسبب انه نوم 2 صارت ما تحدث، او لانه نزل نوم 3 فصارت اغلب التوزيعات تستخدم نوم 3. طيب شلون اختار توزيعة او واجهة؟ اول شيء تسويه اذا كنت تستخدم الابونتو سيستم اللي هي نظام، ريفرنسز اللي هي اعدادات، عفوا ادمنستريشن اللي هي ادارة، ثم تروح لسيناتيك باكج مانجر اللي هو مدير الحزام سيناتيك، تمام. 1 2 3 باء. صوتي مو هنا صح؟ طيب الواجهة راح اختارها انا الاكس اف سي اي. عندك واجهة ثانية اسمها الام دي اي، تمام، الام دي اي اذا انت حابب تركب الام دي اي، او عفوا الاكس دي اي، تمام. هذه واجهة سريعة جدا، تمام، لكن ما افضل لانه زي ما تقول شوي يعني ما حبيت شكله، لكن ممكن تختاره. طريقة التركيبة سهلة، بس تحط صح وعلم للتثبيت، اوكي، وبعدين غط التطبيق. لكن راح اختار اكس اف سي اي، تمام. وين اكس اف سي اي؟ هذه اكس اف سي اي 4 ماك فور انستليشن. راح انزل لك الحزم هذه كله، اضغط على مارك وبعدين ابلاي. راح انزل 31 ميجا. اوكي، على بال ما انزل الواجهه خلنا ناخذ فره على بعض الاعدادات، اوكي، عشان استغل الوقت يعني. بالنسبة للكومبز أو الإعدادات، الكومبز يجي معه إعدادات بسيطة، تمام، إذا كنت على الأبونتو هذا اللي هو 10.10 اللي هي هنا فيجوال إفكت، راح تحصل هنا الإعدادات هذه. طبعا أنا ركبت الكومبز الكامل، راح يطلع لك هنا، لكن هو ما فيه الإكسترا اللي هو مجرد تحريك للنوافذ، إنه يكون في ميلان و يعني حاجات بسيطة مثل هذه، أو عند التصغير يصير في يعني شوي. اما باقي الخصائص والاعدادات ما شاء الله اطلق الحين، بس خلال 47 ثانية، خلال 47 ثانية هذه قولوا لي الله بالله. الله اكبر، تعبنا التعب راحة. ايه الحركات العرعة دي، وش اللي طلع من ذا؟ اوكي، طبعا خلاص ركبنا الواجهة الحين. هلا، اوكي، خلصنا.
العلاج تسويه عشان تدخل الواجهة تطلع من هنا. طبعا يمكن لك ما يعجبك الواجهة خليك هنا، بس انا بمشي على الاكسف سي عشان تصير اسرع. لوج اوت هلا، سجل خروج او اخرج. اوكي انا اضغط هنا، وبعدين مثل ما قلت قبل شوي بس اختار هالمره اكسف سي اي، تدخل رقمك السري انتر. طبعا اكسف سي واجهه جميله خفيفه سريعه جدا جدا، هذا اللي خلاني اتضرق واروح هناك. يعني قد ما تعجبك بالبدايه لكن مع التخصيص راح تشوفونها افضل واجهه. بس هذه الواجهه شريط تحت وصلى الله وبارك. طيب خلونا نكمل باقي الخطوات بحيث نصير على الاطلاع. طبعا راح اظهر لك النافذة هذه اللي هي تيبس اند تريكس، خطوات يعني للطقطقة على المواجهة. احنا ما نبي هذه، احنا نبي نرجع مرة ثانية سنابتك اللي هو وينه سنابتك باكج مانجر. تمام راح اركب برنامجين مهمات اللي هو الاول الفيوجن ايكون، هذه هي. طبعا اضغط عليه علم للتثبيت، طبعا راكبه. وعندك تركب كومبيز، كومبيز طبعا راح يكون عندك هذا الكومبيز موجود. لا احنا ما نبي، احنا نبي هذا كومبيز، عفوا كومبيز سيتنجز مانجر وين راح هذا، هذا بحيث نصير عندك نافذة تحكم بالكومبيز. طيب وبعدين خلاص ركبت اللي هو الفيوجن ايكون، وكل اللي عليك تسوي تروح من السيستم تفتح الفيوجن ايكون قبل ما تمطرس بالكومبيز، عشان مثل ما قلت لك انه لو صار مشكلة تجي من هنا وتضغط باليمين ريلود ويندو مانجر. في برنامج ثالث اللي هو امرالد، تمام سبيلينج هذا هو زي ما شايف هنا امرالد. الفائدة من امرالد هو تجميل الحدود النافذة. طيب خلونا نبدأ خطوة خطوة. بعد ما ركبنا هذا راح للسيستم او عفوا سيتينجز، وبعدين راح نعمل كومبيز كونفج سيتينجز. تمام راح تدخل على اعدادات الكومبيز. الكومبيز نرجع ونقول انه مدير نوافذ او مدير سطح مكتب، فعلشان نخليه هو المدير الحين المدير اللي هو الاكس اف سي اي. لكن روح من هنا اختر سيلكت ويندو مانجر واختر على كومبيز، تاكد انك تختار كومبيز. تمام الحين صار الكومبيز هو مدير سطح المكتب. انتظر شوي بس يعني نحمل من جديد. الحين تاكدت ان الكومبيز المدير، ليش شوف هذا تغير لونه صار رصاصي، قبل شوي كان ازرق. طيب خلونا نبدأ. أول شيء الأغلبية وكلكم يعني سألتوا عن هذا اللي هو سطح المكتب الخاص بالدرجن درجن. هذا هو، حط صح هنا على الكي ديسكتوب كيوب، حط صح على روتيت كيوب. تمام راح تشوف عندك درجن درجن جديد اللي بشكل مكعب. تمام إذا حاب تعدل على شكله مثلا تخليه يبعد وانت تسوي مثلا زوم، أو إذا ضغطت عليه تسوي زوم يصير بعيد، فأسحب الزوم هذا بزيادة راح يصير بعيد شوي هناك. ممكنك تلعب باقي الاعدادات على راحتك، بس هنا عشان الوقت ما يساعدنا. تمام هذا بالنسبه للكيوب. في بعض الاعدادات هنا انه شلون تقلبه مثلا غالبا عن طريق اللي هو كنترول الت سهم يمين وسهم يسار، او عن طريق زر الفاره الاوسط اللي هو الكوره هذه تضغط عليها وبعدين تحرك بالفاره نفسها. هذا بالنسبه للكيوب. الشيء الثاني اللي هو مثلا افضله هنا اللي هو كيوب ريفلكشن. طب لو طلعت لك هذه دايم حط ريسولف عشان يحل المشاكل الموجودة. فايش راح يصير؟ راح لاحظ انه صار في تحت انعكاس. تمام لاحظ انه في انعكاس تحت. من هنا ممكنك تلعب بعض الاشياء مثلا الانعكاس وشو اللون حق الانعكاس. في برضو من هنا اللي هو سلندر، طبعا سلندر اللي هو اسطواني، او اذا حطيت سفير راح يطلع بشكل كروي. لاحظ عندي سطح مكتب كروي، ممكنك تحط ولا حاجة نون راح يطلع لك مكعب إذا أنت حاب المكعب. غالبية الناس تحب المكعب. تمام أما أنا أحب هذا علشان أسوي أسوي درجن درجن. تمام طيب هذا بالنسبة لسلندر. طيب في شيء ثاني اللي هو سكاي دوم. سكاي دوم راح تحصله مع المكعب. سكاي دوم اللي هو الخلفية هذا، ممكن تحط لك صورة. تروح المكعب مرة ثانية، بعدين راح لمل الابيرينس، وبعدين شوف السكاي دوم. من هنا ممكن تختار صورة تصير خلفية للمكعب.
فما أدري لو في صور أصلا هنا. خلونا نروح لل file system بعدين user share backgrounds نختار مثلا هذه. لاحظ الحين راح يطلع عندنا خلفية. عفوا لحظة شوي حط صح هنا قبل وبعدين راح يطلع عندك خلفية هنا. ممكن تخلي خلفية ثابتة، ممكن تخلي خلفية متحركة معك وانت تحرك يدور. لاحظ خلفية. اوكي هذا بالنسبة للكومبس. بالنسبة للامرلد شلون تقدر تخليه في شكل مثل من هالاشكال هذه؟ من هنا اضغط باليمين راح لامرلد ثيم مانجر. تمام. ممكن انك اديت ثيم، طبعا هذا هو الثيم الحالي. ممكن تحط هذا الثيم راح تغير خلاص كل شيء صار شفاف. في ثيمات كثيرة، وين تحصل ثيمات؟ في موقع اسمه gnomelook.com او .org بالاصح، تمام، خاص بالجماليات حقت الجنوم او غيره. في ايضا xfcelook.org تمام. انا طبعا داخل عليه هذا هنا gnomelook.org زين. في شكل ثاني ما حاب اتكلم عنه، اذا انت حاب تركبه كيفك. تمام. في عندنا ايضا الووبي ويندوز. ووبي ويندوز اللي هو انت تحرك النافذة تميل معك يعني تشتغل رقاصة. خلوا بس لحظة شوي صارت ووبي ويندوز. اوكي الى هنا تقريبا ما في شيء جديد. اذا انت حاب تعدل هذا في شرح انا سويته قبل، تكلمت عن واجهة XFCE راح تحصله بالقناة. تكلمت عن جميع خصائص او اغلب خصائص XFCE، لكن انا هنا تكلمت عن الجماليات الكومبز بس. اللي عنده سؤال استفسار يسأل. واحد اثنين اللي بطقطقون لا تطقطقون عندي. تمام. لان عندنا جوجل نروح نطقطق احنا ونعرف ازاي منكم. فاذا حاب تطقطق طقطق بشيء مفيد لاخوانك يعني اللي بيدخلون عندنا. بس لايك سبسكرايب يلا مع السلامة. وين شكله الحين ضيعت. يصبر صح ما نقدر نسكر لما بدايكم درقين 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 يلا.